اهلا يا درانو، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. قبل ما نبدا بقى، ما تنسوش لايك شير اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مستني رايكم تحت في الكومنتات على الفيديو ده، مستني رايكم لان الفيديو ده هيفرق معايا رايكم فيه. اكتبوا لي برده لو عندكم تطبيقات تبعتوها لي على الانستجرام، روحوا هتلاقوا في صندوق الوصف اللينك. مستنيكم كلكم تبعتوا التطبيق على رسمه، وهتلاقوا برده صفحه الفيسبوك في صندوق الوصف، روحوا تابعوني عليها، بنزل عليها حاجات مهمه. وبس يلا بينا. طيب، فيديو النهاردة هنرسم فيه رسمة بسيطة جدا وجميلة جدا جدا وألوانها روعة. هنعمل طبعا بالقلم الاتش بي اللي موجود في كل مكان شكل مستطيل كده زي ما انتم شايفين، ولكن هيكون مستطيل ميل لناحية الشمال بالطريقة دي اهو مستطيل. وهنعمل جواه طبعا التلات دوائر عشان نعمل شكل اشارة المرور زي ما انتم شايفين. عملنا اهو شكل التلات دوائر، طبعا لو في اي تظبيط بنظبطها. بعد كده بعمل من الجنبين شكل كده مستطيل، او ينفع برضو يبقى شكل مثلث زي المثلث كده. لو حد مذاكر هندسة او هو يعرف حاجة عن الهندسة، زي المثلث القائم، قائم الزاوية اللي هو بيكون ليه زاوية 90 زي ما انتم شايفين. وبنعمل جواه دايرة تانية اللي هي بتكون عبارة عن الاضاءة للمشاة زي ما انتم شايفين. بنعمل ثلاثة طبعا على اليمين وثلاثة على الشمال بنفس الطريقة كلهم، ولكن احنا بنحافظ ان هما يكونوا على نفس المستوى زي ما انتم شايفين. بعد كده بعمل من الثانية اللي ناحية الشمال، بعمل قوس كده يديني شكل الايد، ودايرة كده وتحتها دايرة تانية صغيرة جنبها زي ما انتم شايفين. وناحية اليمين برضو في تانية واحدة بعمل قوس ولكن لفوق، وبعمل جواه برضو فوقيه دايرة كده زي ما انتم شايفين. ولكن بعدها بنعمل خط لفوق تاني مستطيل صغير، بعد كده شكل خماسي. شكل خماسي ممكن نعمله بايدينا كده، ولكن يفضل بالمسطرة زي ما انا بعمل دلوقتي. طبعا خماسي معروف، شكل خماسي بالطريقة دي بسيط جدا. وبعدها هنعمل شكل رجلين، اول رجل هتكون من على اليمين كده، نعمل قوس صغير، بعد كده نعمل شكل دايرة، بعد كده نفس الكلام من الناحية التانية، قوس صغير عكس اتجاهه دايرة الطريقة دي زي ما انتم شايفين. وبعدها هنكتب كلمة ستوب، طبعا اكتبوها بقى دي زي ما انتم عايزين، انا كتبتها بس بسرعة عشان الفيديو ما يطولش زي ما انتم شايفين. يعني تكتبوا ستوب بقى بالطريقة اللي تعجبكم. دلوقتي جبت اللون الاخضر وعملت بيه الاشارة من تحت الدايرة الاخيرة، وجبت اللون الاحمر وعملت اول دايرة، وهعمل طبعا على اليمين والشمال في كل واحدة. يعني الاخضر عملنا اليمين والشمال، والاحمر عملنا اليمين والشمال. الاصفر زي ما انتم شايفين اختصرت لكم الوقت، الاخضر حسيت ان هو فاتح شوية فحطيت عليه اخضر غامق زي ما انتم شايفين. دلوقتي بجيب اللون الاحمر وببدأ الون اللوحة المكتوب عليها ستوب. طبعا مش بلون كلمة ستوب نفسها عشان تبان باللون الابيض، ولكن بلون بس اللي حواليها اللي هو اللوحة نفسها اللي الإشارة ماسكاه. طبعا ده رسم كاريكاتيري، فمش مطالب ان احنا يبقى فيه واقعية في الرسم، هو رسم كرتون او كاريكاتيري، فبيدينا بس الفكرة اللي احنا عايزينها وبتبقى الوانه جميل. طبعا نرسم الرسمة البسيطة والجميلة جدا دي، بعتلي على حساب على الانستجرام هتلاقوه في صندوق الوصف، روحوا تابعوني عليه بنزل عليه حاجات مهمة، وروحوا تابعوني على صفحة فيسبوك او وبعتولي هناك لو حد رسمها برضو على صفحة فيسبوك هتلاقوها في صندوق الوصف، روح تابعوني عليها برضو بنزل عليها لينكات الفيديوهات أول ما تنزل، ولو في أي تعليمات بقول. زي ما انتم شايفين دلوقتي ده قلم اتش بي عادي اللي احنا كنا بنرسم بيه، بعمل بيه الجسم بتاع الإشارة. طبعا مش بعمل الخطوة دي إلا لما أتأكد خلاص إن كله تمام والنسب بتاعتي مظبوطة، لأن لو تقلت كده زي ما بتقل دلوقتي وهتيجي تمسح لو في خطأ أكيد مش هتتمسح وهتبقى الورقة بايظة، يعني هتلاقي المسحة خفيفة يعني مش هيروح الأثر بتاع الرصاص كامل. فأنت لازم تتأكد إن كله تمام، وبعد كده بقى تبدأ تظلل براحتك. طبعا الاسود ده او الاتش بي الغامق ده بنعمله في الايدين والرجلين والجانبين من الاشارة، ولكن جسم الاشارة نفسه اللي فيه الثلاث دوائر ده بنعمله برصاصي فاتح مش رصاصي غامق، يعني بنخفف ايدينا واحنا بنعمله. ولكن دلوقتي احنا بنتقل ايدينا عادي مفيش اي مشكلة، ولكن زي ما قلت لكم لازم تكونوا متأكدين الاول ان كله تمام والنسب مظبوطة زي ما انتم شايفين.
وطبعا الايد نفس الكلام اللي على اليمين زي ما قلت لكم، والمستطيل كمان اللي احنا كنا عملناه فوق ده برضو هنعمله بالرصاص الغامق كده الطريقه دي زي ما انتم شايفين. والرجلين برضو هنعملها نفس الكلام طبعا، لو في حاجة عايز اعدلها كده زي ما انتم شايفين عملت الفراغ اللي جوه الاو والبي. ودلوقتي بقى ببدأ اعمل الرجل بالطريقة دي بالاتش بي العادي اللي احنا بنستخدمه برضو، مفيش اي مشكلة. طبعا عايز بقى تجود وتعمل مثلا او تعملي دايرة في الرجل تكون على شكل اضاءة مثلا اللي هو بتكون في اول الرجل من قدام، طبعا ممكن تعملها، ولكن انا بعمل حاجة بسيطة عشان الناس اللي لسه في الاول، لان كان في ناس كتير قالولي اعمل لنا رسومات للمبتدئين، رسومات سهلة ما يبقاش فيها حاجات زيادة. فانا دلوقتي بعمل لكم ابسط حاجة اقدر عليها واللي بشوفها مناسب ان هي تطور من مستواكم. يعني الرسومات اللي برسمها لكم دي لو داومت انكم ترسموا معايا كل فيديو وفيديو مستواكم هيتطور زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي هنبدا بقى بالقلم الرصاص الخفيف زي ما قلت لكم اهو، ايدينا خفيفه جدا، بنبدا نعمل الجسم بتاع الاشاره نفسها. وطبعا ما بنجيش جنب الدوائر بتاعه الاشاره طبعا، لان دي لو عملنا عليها بالرصاص هيبقى شكل غامق ومش لطيف قوي. فبنعمل خفيف كده حوالين الثلاث دوائر زي ما انتم شايفين، تدينا برضو منظر جميل الطريقة دي. حاول طبعا اخلي القلم مبري عشان يعمل لنا الدرجات اللي احنا عايزينها، فمن اهم الحاجات انكم تبروا القلم قبل ما تبدأوا في اي رسمة. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بعمل بس مش اكتر تخطيط كده بسيط للثلاث دوائر اللي احنا عملناهم في الاشارة بتاعت المرور دي، ثلاث دوائر بسيطة جدا زي ما انتم شايفين. وعملنا كلمة ستوب، طبعا رسمة بسيطة جدا، اللي عنده اي استفسار على الرسمة يكتبه تحت في الكومنتات هرد عليه في اسرع وقت. ودي كانت رسمة النهاردة، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. دراما لو عجبكم الفيديو بقى لايك شير اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ما تنسوش تحطوا لايك قبل ما تقفلوا الفيديو لان اللايك بيفرق جدا معانا. واشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.